بص يا مديحة، احنا عمرنا ما بنحس بحاجة غلط، طالما احساسك بيقولك كده خليكي وراه. الشك عند الست اهم حاجة. مش للدرجات يا سلمى، ساعات كتير في ستات الشك والغيرة بيقلبوا حياتهم لجحيم. مفيش ست عايزة تشك في جوزها، كل ست تتمنى ان جوزها ما يحبش غيرها. ده انت حتى لو حاولت تقنعيها مش هتقتنع ابدا. بس انا فعلا حاسة ان في واحدة تانية في حياته. يبقى فعلا في واحدة في حياته كده على طول من غير ما تدور وتتأكد. تدور وتتأكد، لكن طالما انت حسيتي الاحساس ده يبقى فعلا حقيقي. والنبي انتوا الاتنين هتقعدوا تلعبوا في دماغ بعض لحد ما هتتجننوا وهتجننوني معاكم. بصي انا كنت متجوزه راجل كنت واثقه ان هو بيحبني، خني مع كل ست عجبته حتى صاحباتي، ما سابش ولا واحده فيهم. بس انت كنت عارفه ان ثابت بيحبك. عارفه ومتاكده، علشان كده طلبت منه الطلاق. معرفتش اجرحه زي ما هو جرحني الا بموضوع الطلاق وبس. طب انا مش عارفه اعمل ايه. بصي يا حبيبتي، لازم تقعدي مع جوزك وتتكلمي وتعرفي هو متغير ليه. يمكن عملتي حاجه ضايقته وما قالكيش. لازم تقعدي وتتكلمي وافتكري كل حاجه بيقولها لك. عيب الكذاب ان هو نساه، والراجل اللي في حياته واحده تانية هتلاقيه بيكذب على طول، عمال على بطال. طب وليه؟ طب ما هو ممكن ياخد باله. مهما خد باله الست التانية هتلاقي قلبها كيانه، فهتلاقيه بيضطر ان هو يكذب. ده انتي خبيره قوي يا سلمى. امال عشرت راجل كان كل ما ينزل من البيت يعرفه لوحده، ومع كل واحده جديده كذب جديد ودلع بقى ولطف. خدي عندك. بس سمير ما بيعملش حاجه من الحاجات دي اليومين دول خالص. فلتت منك المره دي يا خبيره، كلامك طلع مش مظبوط. يا ريت كلامي يطلع غلط. الست اللي جوزها غنى ما تتمنهاش لواحده تانية. عموما يا سلوى انت عندك خبره في الموضوع ده وجايز يكون كلامك صح، بس برضو يا مديحه صوابعك مش زي بعضها يا حبيبتي. ما تخليش الشك يخش قلبك. لازم تقعدي مع جوزك زي ما قلت لك وتحلوا مشاكلكم مع بعض، وان شاء الله صحابه وتعدي. مش عارفه بقى دي اوهام ولا ايه، بس انا حاسه ان هو متغير قوي اليومين دول. هشوفك بكره. طبعا يا عمر، طول ما انت عاجبني هتشوفني كل يوم. بيبي ما ينفعش اشوفك بالنهار. بيبي احنا قلنا النهار للبيزنس والليل للحب. طب ما نعكس بقى. ايه بيبي انت خايف من مراتك؟ سمير ما بيخافش من حد ولا حتى مني. لا احنا بنحب بعض. يا كتكوت كلامك ده هو اللي عاجبني. يا روحي الكتكوت. نوي يا حبيبتي. نوي يا روحي. ايه لسه برضو ما بيردش؟ تليفونه مقفول. طب بقولك ايه مديحة، ما تخليكي قاعدة معايا شوية. لا خلاص هروح. طب انا عايزة افهم بقى، انت هتروحي تعملي ايه؟ هروح يمكن روح البيت وقافل تليفونه او اي حاجة. اوكي براحتك. يا على فين كده يا مديحة؟ مروحة يا بابا. لا استني، عايزك سيبينا شويه يا سلمى. تعالي. حاضر يا عم. صحيح يا بابا، انت هتسكت على موضوع ثابت ده؟ يعني هعمل له ايه؟ ايوه يعني لو شايفه واقع واقع وحشه هتسيبه كده؟ يعني هو اخوك بيسمع نصيحه حد؟ طيب عموما انا هقابله، لازم اتكلم معاه. سيبك من ثابت، قولي لي انت عامله ايه مع جوزك؟ انا الحمد لله يا حبيبي، الحمد لله. شكلك كده في حاجه مضايقاكي. لا انا كويسه يا حبيبي، يلا تصبح على خير. استني هنا، انت بتخبي عليا يا مديحه ولا ايه؟ لا يا بابا ما بخبيش ولا حاجه.
يا بنت شكلك بتضايق وباين عليك اهو. انت بس اللي بتعمل حب قب، انا زي الفل اهو. تصبح على خير يا حبيبي. مالك يا حبيبي؟ في حاجة مضايقاك؟ قلقان قوي على مديحة. في الحقيقة عندك حق تقلق، أنا مش عارفة أقول لك إيه. عندي حق إزاي؟ أنا بصراحة ما أقدرش أخبي عليك أكتر من كده. ما تتكلمي يا حبيبتي تقولي. مديحة حاسة إن سمير متغير وبيجي متأخر. إيه؟ بس أنا بقول إن ممكن دي تكون أوهام. أوهام؟ لا، أنت عارفة مديحة حساسة جدا. أنا عارفة، وخصوصا بعد الحمل أكيد هتبقى حساسة أكتر. هي حامل؟ هي ما قالتلكش؟ لا ما قالتليش. هي مش عيلة لحد، وكمان جوزها مش عيلة له. إيه؟ أنت مش فرحان إنها حامل؟ والله مش عارف أفرح ولا أزعل. يعني اليوم اللي أعرف إن بنتي فيه حامل هو نفسه اللي أعرف إن جوزها مضايقها. ما هي برضو معذورة، هي عارفة انك ما كنتش موافق على الجوازة دي، عشان كده محرجة منك ومش قادرة تحكي لك على اللي بيحصل بينهم. برضو كان لازم تقولي، انا اعرف اتصرف، ولازم اعرف الكلام اللي بتقوله على جوزها ده حقيقة ولا لا. هتعمل ايه؟ هتصرف. ايوة اهلا يا حبيبتي. ازيك يا دادا؟ الحمد لله. سمير جه؟ بقى له 10 دقايق. 10 دقايق بس؟ ايوه. قولي لي يا حبيبتي الحاج ازيه؟ الحمد لله. وانت عامله ايه يا ضنايا؟ كويس يا دادا، دخليه دول جوه لو سمحت. من عينيا يا حبيبتي. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. ايه كنت فين؟ هكون فين يعني؟ ما انت عارف انا ما بروحش في حته غير عند بابا. وهو عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله. انت كنت قافل موبايلك ليه؟ لا ده كان فاصل شحن. انا عندي بقى ليكي حته خبر هيفرحك قوي. خبر ايه؟ شركه جديده محتاجه رؤوس اموال، حجم استثماراتها مديحه ضخمه جدا، وكمان الارباح والمكاسب بتاعتها عاليه قوي. سمير؟ نعم يا حبيبتي. هو انت ما بتفكرش في اي حاجه غير الشغل؟ فكر في الشغل، فكر في حاجة بنتي كمان. ايه الريحة دي؟ ريحة ايه يا حبيبتي؟ في ريحة برفان غريبة. برفان غريبة ايه بس؟ العبط ده. ابعد عني، بقولك في ريحة برفان غريبة في جسمك وفي هدومك. طب ايه دي بس يا حبيبتي؟ ابعد يا دادا. انا مش عارف بس كان فيها ايه لو كنت جيتي معايا. تعبانة حبيبي، وبعدين انت مش عارف اصلا هي عايزاكوا في ايه، مش يمكن تكون حاجة عائلية. بس انا ما بحبش اسيبك لوحدك. تقلقش عليا، انا هبقى كويسة. سلام. باي. خلاص بقى مديحة اهدي شوية وشيل الافكار الوحشة دي من دماغك. واظن ان سمير كده وضح لي كل حاجه. ولا يا ماجد ما تتكلم. كل ده ممكن يقنعك انت ويقنع اي راجل تاني، بس انا الكلام الفارغ ده ما يسواش عندي اي حاجه. طب اسمعي بقى يا مديحه، انا عمال احايلك عشان خاطر اخواتك قاعدين وعشان نخلص من الهيصه اللي انت عاملاها دي، انما يكون في علمك الموقف ده مش هيعدي بالساهل. انت جايب اخواتك وعماله تشكلهم فيها يا مديحه؟ تفكراني مربوط جنبك ولا ايه؟ انا ما بجيش بالطريقه دي وانت عارفه كده كويس. خلاص بقى يا سمير، غلطه وعدت يا اخي. غلطه وعدت؟ يعني بعد كل اللي انا حكيته لكم ده طلعت انا اللي غلطانه؟ بصراحه يا سمير انا مش شايف مديحه غلطانه، ما يصحش الطريقه اللي بتكلمها بيها دي. يا ماجد احنا مش هنقعد نتحاسب، مش مهم مين غلطان دلوقتي، المهم ان هم يتصالحوا. نتصالح ليه اذا كان هو اصلا مش شايف نفسه غلطان في اي حاجه؟ يا مديحه خلاص بقى، معلش ما كل الناس بتتخانق عادي يعني.
لا مش عادي، مفيش أي حاجة هنا بتحصل عادية، ده مش عادي. بابا ايه ايه؟ الله 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 الله. مديح خلي بالك منها يا ام حسن. حاضر. كويس انك كلمتيني، لو حصل اي حاجه تكلميني. من عينيا يا بيه، مع السلامه. للاسف الكبير نزل، مالكوش نصيب فيه. المهم تبقى كويسه ان شاء الله. متشكرين قوي يا دكتور. يا ثابت يا ماجد، وصلوا الدكتور واستنوني تحت. انا بجد ما كنتش حابب الدوشه دي كلها، لان زي ما حضرتك سمعت يعني كلامها كله هلوسه في هلوسه. اسمع يا ابني، لو كانت بنتي بتهلوس فانا هجيب لها دكتور نفساني، او ادخلها مصحه، او اعمل لها زار وافتح لها الكتاب، هتصرف يعني. انما لو طلعت مش بتهلوس وانت غلطت في حقها مش هيحصل كويس. اقدر احط لك اللوجو بتاعك على الناحيه الثانيه من العلبه، ايه رايك؟ خلاص اتفقنا. خلاص مستنيه تليفون حضرتك. خلاص اتفقنا. اوكي مع السلامه. مالك يا حبيبتي، انت تعبانه ولا ايه؟ مش عارفه حبيبي مالي، بطني بتوجعني ورجعت كتير، شكلي كده خدت برد او يمكن لخبطت في الاكل، مش عارفه. لخبطتي في اكل ايه انت؟ ما اكلتيش حاجه الصبح؟ لا ما انا ما قلتلكش، اصل انا نفسي عفتني على الجبنه القديمه، فبيني وبينك بعت جبت من عم فتحي اللبان بيعملها تجنن، وبالمعلقه بقى بالطبق لما خلصت كله. اكلت الجبنه القديمه بالمعلقه؟ كانت لذيذه. طب يلا بينا على الدكتور يا حلوه. دكتور ايه؟ انا كويسه. لا ده باين عليه تعب من اللي الناس بتحبه. يلا بينا. يلا يا حبيبتي يا نور عيني، خدي اشربي عشان تروقي. حول الله يا رب. مين اللي قال لبابا؟ ما انا بقى ما جاليش قلب ما اقولوش، عارفه لو ما كنتش قلت له كان هيبهدلني. بعدين ابوكي ده يا حبيبتي. كنتش عايزه ازعله. ما كانش يزعل عشانك، هيزعل على مين؟ ده انت نور عينه، انت حبيبته. قومي يا حبيبتي. صح صح. مبروك يا حاج. الله يبارك فيك. ربنا يتمم لكم على خير ان شاء الله. تعرف طبعا الشهور الاولانيه بنحتاج فيها شويه راحه، شويه فيتامينات، ناخد بالنا شويه من اكلنا ومن شربنا ونريح شويه لغايه ما الحمل يستقر ان شاء الله. والف مبروك. طبعا سمعت الدكتور قال لي الف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي، مبروك علينا. دي الفيتامينات، ان شاء الله اشوفك في المتابعه بعد شهر ان شاء الله، وربنا يتمم لكم على خير ان شاء الله. ميرسي يا دكتور. ميرسي.
حسن. حاضر. تفضلي زعلانة مني كده كتير؟ طب انت عارفة؟ أنا مبسوط بالرغم من اللي حصل بينا ده، بس أنا مبسوط. عارفة ليه؟ عشان اتأكدت إن مديحة بتحبني زي ما أنا بحبها، وبتغير عليا زي ما أنا بغير عليها بالظبط. أنا مش عايزك تزعلي عشان البيبي، إن شاء الله ربنا هيعوض علينا وهنجيب عيال كتير قوي. ممكن تاخدي شوية عصير من إيدي عشان خاطري؟ مديحة ما تكسفنيش، شوية بس صغيرين. أنا هشرب وراكي كده بقى، أنا هفضل أجري وراكي طول عمري. طب والله بحبك حبيبتي. أنا لازم أنزل دلوقتي عشان المشروع اللي كلمتك عنه امبارح، أنت مرضتيش تسمعيني عشان الخنق. أنت معاك كل حاجة، أعمل اللي أنت عايزه. خدي بالك من نفسك. بص يا مديحة، احنا عمرنا ما بنحس بحاجة غلط، طالما احساسك بيقولك كده خليكي وراه. شك عند ست اهم حاجة. قولي يا بيبي، هي مراتك ما بتسألكش عن السهر ده؟ لا بتسأل عادي، بس انا بفهمها ان انا عندي شغل. يعني كل يوم هو الشغل بيخلص يا بيبي؟ يا سلام، بس تصدق مراتك دي طيبة قوي. امال انا اتجوزتها ليه؟ خدي. واو، ايه دي بقى؟ هدية لمراتك. ايه ده؟ بمناسبة ايه؟ بمناسبة انها سايباك ليا المدة دي كلها. يا سلام عليكي يا حبيبتي، يا سلام عليكي وعلى رقتك وطيبة قلبك. يا سلام عليك انت يا كتكوتي، بحبك بموت فيك. بابا. يا حاج انا شايف الوقت تحت بيت واقف. لا لسه قاعد في عربيتي. مديحة روح قلبي وحياتي، وحشتيني موت. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبتي. قولي لي بقى، ذوقي هيعجبك ولا لا؟ ميرسي يا حبيبي. ده كأنه اتعمل عشان مديحة بس هي اللي تلبسه. ليه كده يا حبيبي؟ يا حبيبتي والله كان نفسي اجيب لك احلى جوهرة في العالم، بس انا فعلا ما لقيتش غير الكدوم متواضع دي عشان اجيبها لك. ربنا يخليك ليا. بحبك بجد. بتحبني يا سمير؟ يا نهار ابيض، انا ما اقدرش اعيش من غيرك اصلا. عشرت راجل كان كل ما ينزل من البيت يعرفه الواحدة، ومع كل واحدة جديدة كتب جديد ودلع بقى ولطف. خدي عندك دلوقتي يا رحمة هانم، لازم نسمع الأوامر. منين رحمة هانم ومنين عايزني أسمع الأوامر؟ أوامر الدكتور يا حبيبتي، أنت ما سمعتيوش قال إيه؟ قال مفيش حركة كتير. يا حبيبي أنا كويسة
وبعدين انا بحب الشغل وما اقدرش اقعد من غير شغل. لا 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 لا, لا. ارجوك الشغل ده مش هتعتبيه تاني الا لما ربنا يقومك بالسلامه ان شاء الله. حبيبي انت خايف علي قوي كده ليه؟ انا بخاف يعني محسسني انه اول مره يجي لك بيبي. هو انت فاكره نفسك زي نسوان زمان؟ ما شفتيش البنت مديحه حصل لها ايه؟ يا حبيبتي صعبان علي قوي، قلبي واجعني عليها. انا عارف بس انا مش هفوتها له، لكن اتاكد الاول. وهي ايه اللي يعوضها؟ ربنا عنده كتير ونعم بالله. سيب الموضوع ده، انا هتفاهم فيه مع المحاسب. 250 مليون جنيه اللي عايزين ندفعهم ليه؟ هو احنا بنكسب كام؟ هما بيزودوا علينا كل السنه الضرايب. يزودوا زي ما عايزين يزودوا، المهم في الاخر بترسي على كام. وسمير بيه عقده جاهز بقاله اسبوع ولسه ما جابش الفلوس على فكره. معلش اصله كان مشغول مع اولاد الطيب، بس هيجيب الفلوس قريب. ودول هنشغلهم في ايه؟ هنوزعهم ما بين شركات الصرافه والبورصه. تفتكري انه جد؟ طبعا معانا لازم يكون جد. ليه؟ وانت فاكراني بنت الطيب؟ انما ايه رايك فيه؟ كتكوت شركسي بس حلو، لكن الواحد لازم يخلي باله منه انه ممكن ينقره. ليه؟ هو من النوع اللي بينقر؟ مش كل الستات اللي ممكن يتنقر. اكيد هو عارف مين منى فتح الباب ولا يعني مش عارف؟ اكيد عارف طبعا. يا عبد الحميد ايه الاخبار؟ والله لا جه ولا فتح تليفونه. يعني هيكون راح فين ده؟ والله ما عنديش فكره، بس يعني لو حضرتك تقول لي في ايه انا تحت امرك. بقول لك ايه؟ افتح لي مكتب الحاج. قصدك مكتب سمير بيه؟ هو بقى مكتب سمير؟ افتحه لي يا سيدي زي ما يكون. اصل ايه؟ في ايه؟ اصل في الحقيقه سمير بيه منعنا نفتح مكتبه وهو مش موجود. منعكم انتوا مش منعني انا. والله يا باشا انا عبد المامور وانا صاحب الشركه، انا المامور، وسمير بيه ده موظف عندي، ومراته اللي هي اختي ليها حصه واقل من حصتي. اللي بتعمله ده غلط يا عبد الحميد. والله يا بيه انا ماليش دخل، انا عبد المامور ما تزعلش مني. لا ده انا ازعل وازعل وازعل لما موظف عندي منعني من دخول مكتب موظف تاني، يبقى انا ماليش لازمه زي ما انت كمان مالكش لازمه. يا ثابت بيه سمير بيه العضو المنتدب، ما تلومنيش ان انا بنفذ اوامره. لا بقى انا مش هلوم، انا هعمل اكتر من لوم بكتير. ما طبعا ما غلطتي ولازم اصلحها. وكاننا ما بقيناش صحاب المجموعه، سمير بيه بقى هو الكل في الكل. ده انت لو حاولت تفهم حاجه مش هتعرف تفهم اي حاجه. ده انت لو طلبت فلوس استنى بقى لحد ما البيه يتعطف عليك. وكل ده احنا اللي عملناه بايدينا. ماجد انت سامعني ولا لا؟ يا ماجد انت لو فضلت كده كل حاجة هتروح مننا. سيبني في حالها ثابت، انا خلاص مش عايز حاجة. اذا كان على حقي ونصيبي في المجموعة خده يا عم، بس سيبني في حالي بقى، ارجوك سيبني في حالي. يعني ايه مش عايز حاجة؟ مش عايز حقك؟ حقي راح يا ثابت، راح من زمان، يوم ما ابني ما مات. ابني اللي كان نفسي اشوفه مات يا ثابت، ومراتي ماتت. خلاص يا ثابت خسرت كل حاجه. وفلوسك ورثك مش عايز حاجه فيها. خد كل حاجه وسيبني في حالي بقى، خلاص سيبني في حالي ارجوك. يا ماجد انا اخوك وخايف عليك. اخويا اللي مرفعش السماعه عشان خاطر يطمن عليا بعد ما مراتي ماتت وابني، ولا اخويا اللي اول ما جالي عشان خاطر فلوس؟ لازم تفهم ان احنا اللي عملنا كده في نفسينا، كان لازم نفهم ده. معرفناش يعني ايه ابونا اللي عمل لنا كل حاجه في الدنيا، واحنا خدنا كل حاجه منه غصب عنه.
جينا شربنا من نفس الكاس يا معلم. يا ابني ابوك ما اطمنش الا لما عرف انك هنا. يبقى غلطان في ايه بقى عشان تتعب قلبه كده؟ صدقني يا ابني، مجيتك هنا ومجورتك لستنا الطهره هتخلي ربنا سبحانه وتعالى يشيل عنك الهم والحزن. اذا كنت زعلان عشان مراتك ماتت تبقى راجل اصيل، وإذا كنت زعلان عشان الجنين اللي كان في بطنها ربنا يا ابني عوضك عوض الصابرين. باجي خلاص بيتك يا عم عبد الله، هي عند ربنا دلوقتي، ربنا يرحمها إن شاء الله. إن شاء الله. لكن أنا عشت طول عمري مش فاهم حاجة، ما سبتش غير حاجة شر عملتها، وهو ربنا خسرني كل حاجة عشان ابقى في الدنيا دي لوحدي هتعذب. بس ربنا مش هيغفر لي يا عم عبد الله. ما تقولش كده يا ابني، ما تقولش كده، ربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعه كل شيء، حتى بعد كل اللي انا عملته ومليون مره اكتر من اللي انت عملته. ربنا سبحانه وتعالى اسمه الغفور، ربنا سبحانه وتعالى اسمه الرحيم. انا نفسي ربنا يغفر لي، ولا اعمل ايه يا عم الحاج عشان ربنا يغفر لي؟ انا مش عايز ابقى زي زمان يا عم عبد الله، انا هو اللي اموت احسن، والله العظيم اموت احسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. صدق الله العظيم. أنا نازل يا حبيبتي، مستعجل أوي. خد بالك من نفسك. كنت هنسى ايه؟ حبيبتي كان لازم امضيك على عقد الشركه الجديده، انا جبت لك نسخه امبارح بس فعلا نسيت امضيك عليها. طب ما انت معاك توكيل. انا مش هينفع امضي مكانك،
انا التوكيل ده بس بستخدمه عشان ما تبكيش، لكن ورق مهم زي ده لازم مديحة هي اللي تمضي عليه. امضي يا حبيبتي. اقري الاول واعرفي العقد فيه ايه وبعد كده امضي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله بركاته. اقعد. عامل ايه يا ماجد؟ الحمد لله. مش كفاية بقى؟ كفاية يا بابا. كفاية حزن يا ابني. الحزن بيجيب حزن. والهم بيجيب هم. انا مش زعلان من اللي حصل لي يا بابا، دي اقل حاجه. زعلان من روحي، انا زعلان مني قوي يا بابا. طب دي حاجه كويسه، الراجل اللي بيلوم نفسه يبقى بيطهرها. مش عارف اطهر منها ايه ولا ايه. كله بيتطهر يا حبيبي، المهم قلبك يكون صافي. وحضرتك مش زعلان مني؟ لا مش زعلان منك، زعلان من رميتك دي. وقوم بقى عشان ما زعلش منك اكتر. يعني بعد كل اللي انا عملته في حضرتك حضرتك مش زعلان منها بقى؟ الاب مهما زعل من ابنه مسيره هيصفى، وبعدين في معظم الاحيان بيعمل انه زعلان. انا ابني مات يا بابا، ابني مات من غير ما اشوفه ولا حد عامل عليه اللي انا زعلان. بس ذنبك انت، كل اللي انا عملته في حضرتك ربنا ردهولي في ابني. يا عبيط، ده قدر ومكتوب. يعني انت كان متهيألك ان ربنا بينتقم منك في حماوة الروح الصغيرة دي؟ لا يا حبيبي، ربنا ارحم بالعبد من اي حد. قوم يا ماجد روح معايا البيت عشان عايزك تفضل معايا.